محافظة مأربا النفطية تعاني من أزمة بالغاز المنزلي في وقت تتوفر فيه المادة في السوق السوداء، أزمة باتت ظاهرة في أحياء كثيرة من المدينة وجعلت المواطنين يتنقلون من حارة إلى أخرى بحثا عن مادة الغاز المنزلي فيما تزدهر السوق السوداء. إيش المشكلة في الغاز؟ إيش هذا المشكلة اللي أثارت علينا يا الوكلاء؟ هل في من اشتكى علينا؟ هل ربطوا ناس يبيعون سوق سوداء من جهتنا؟ أو يشتون يغطون على المشكلة حيث في موجودة في مكان آخر؟ لها يعني فترة لا تقل عن 3 أشهر أو 4، وإحنا في يعني أزمة الغاز ودورته في الحارات. في كل حال. أيوه. هل كنت تتوقع أن تقع أزمة أنتم في مأرب؟ لا والله ما كنا نتوقع، لأن إحنا في منبعة. 15,000 أسطوانة تعبأ بشكل يومي في منشأة مأرب للغاز كحصة للمدينة، يهرب الكثير منها من قبل بعض وكلاء الأسطوانات لتباع في السوق السوداء، ويتم إخراجها إلى مناطق خارج مأرب بحثاً عن ربح أكثر، فيما يقول وكلاء بأنهم يوزعونها على المواطنين بشكل يومي. نطمئنهم من خلالكم، من خلال الإعلام، أن الوضع التمويني في مأرب مستقر والحمد لله. الشيء الثاني اللي قد يؤثر علينا في عملية التموين في المحافظة اللي هي المحافظات المجاورة، نظرا لارتفاع الأسعار في تلك المحافظة الغير مسيطر عليها من الشرعية، يهرع المواطنين إلى محافظة مأرب لاستخدام الأسطوانات بالسعر الرسمي المنخفض يعني عندنا في مأرب. هذا يسبب بعض الإشكاليات بعض الأحيان من تهرب المادة إلى المحافظات المجاورة. نحن ليسنا في أفريقيا ولا في اسطنبول، نحن هنا في مأرب وهم هنا في الجوف أو في صنعاء أو ما جاورها قريب منا. هذا سبب من الأسباب. شركة الغاز اليمنية توعدت بإيقاف كل من يحاول احتكار الغاز المنزلي، ودعت المواطنين إلى التعاون في الرقابة على الوكلاء والإبلاغ عن الوكيل الذي لا يقوم بتوزيع الغاز المنزلي على الجمهور. لكن هذا الإجراء لم يوقف الأزمة، ما زاد من هلع المواطنين خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك. فهل ستضع شركة الغاز اليمنية حدا لعمليات التهريب؟ أم أن هذه الأزمة ستستمر أكثر؟ خليل المليكي، قناة المهرية، مأرب.